جميع من الرعاع غزوا بغداد، جراد من الرعاع غزوا بغداد، لا اغلبهم لا اصل لهم، اغلب اللي غزوا بغداد هذول لا اصل لهم. عبد الكريم قاسم انطاهم هويات، ما عندهم اصل، لذلك هو يكره الاصيل. شو ماكو فرق بينه وبينه؟ هذا اللي 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 متبع المراجع مالته كلها عجم. هذا اللي يكفر بالبخاري ومسلم، انت اكو شيعي يؤمن بالبخاري ومسلم؟ بالله بربك قل لي، يعني قل لي شلون واحد يقول البخاري ومسلم كذاب؟ انا ماكو فرق بينه وبينه؟ مو احنا هسه لو يجي واحد يضعف حديث بالبخاري مو اول اللي يحارب الهيئه؟ مو ولهم ذلك. طيب ايش معنى السني اذا يضعف حديث تنقلب عليه الامور، والشيعي يقول لك هاي الاحاديث كلها باطله، من ابو هريره الكذاب؟ لو ابو بكر الصديق، لو عمر رواها، منو ذولا؟ هذا ماكو فرق بينه وبينه؟ يعني مو هو الكلام اخي لازم يكون بنوع من التوازن. يا اخي احذف الاسم مالك وتطلع لي وطني، انت حالك حال وطنيين حاسبك. الاسلاميين الجدد هؤلاء اخي افكارهم قديمه، افكارهم لا يمكن ان لا هي من دكتور. كنا الى ان يجهز الاتصال كنا نتحدث عن الموقف الامريكي الذي يتظاهر ب يعني رفض الفيدراليه لانها تقسم العراق، لكن اسمع الاجابه بعد تلقي هذا الاتصال. يبدو ان الاتصال جاهز. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله وحيا الله فضيله الشيخ. تفضل. نعم، حقيقه ما يحدث الان وما رايناه من مناظر التطبير، لكن الشيخ الذي جالس الى جنبك كان معروف امه بالبغاء في نرجو من الاخوه عدم استعمال الفاظ نابيه. دكتور كنا نتحدث عن يعني موقف الامريكي من الفيدراليه، يتظاهر الموقف الامريكي برفض الفيدراليه حرصا على مصلحه العراق لان الفيدراليه تقسم العراق. هو انا بينت انه الموقف الامريكي الان ليس مع الفيدراليه، ولذلك تشوف